وقعت الصيدلي اللي هناك اشتباه في قتله، واللي جرى الاشتباه انه ألقي من الدور الخامس وهو في بيته مع زوجته الأولى. النائب العام أصدر قرار بحبس 7 متهمين في الواقعة. دي صورة المجن عليه رحمة الله مع ابنه 5 سنوات. طيب النائب العام أمر بحبس إيه بقى؟ 7 متهمين، هم زوجة الصيدلي بحلوان، 2 أبوها، 3 أشقائها الاتنين، يبقى دي 3 و4، و3 من أصدقائهم. التهمة هي استعراض القوة، التلويح بالعنف، التهديد بهما. طيب والهدف طبعا ترويع القتيل. حتى هذه اللحظة لسه يعني الطب الشرعي بيبدأ يشوف موقع الجريمة وهيقول كيف تم، يعني كيف تمت وفاة هذا الصيدلي، هل بالقتل، هل ألقى بنفسه، هل حاجات كتير. تفاصيل أكتر دقة مع صديقي العزيز الأستاذ سامي عبد الراضي الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الوطن. مساء الخير يا أستاذ سامي. أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ محمد. تفاصيل عن هذا الموضوع، كنت قرأت بأن ابن المجني عليه قال ان في ناس، ان خاله رمى بابا، بس قرأت تاني ان الولد ما قالش الكلام ده. ايه الجديد في القضية؟ تمام، احنا خلينا نستند لنقطتين مهمين جدا في الواقعة، بعيدا عن المتناول على مواقع التواصل الاجتماعي من محادثات بين الولاء الله يرحمه وبين أسرته، سواء والدته أو زوجته أو أصدقائه. تمام، تحالات المباحث قالت أنه ألقى بنفسه أو سقط من الطابق الرابع أو الخامس، ما حدش رماه، يعني التحريات هنا قالت هذا الكلام. لكن النيابة قالت بشكل تفصيلي أن الواقعة تمثلت في إكراه بدني للمجني عليه، و تعذيبه وضربه واحتجازه وإرهابه وإكراهه على تطليق زوجته الثانية. تمام. وكشفت كمان عن شيء بشع شوية، إن والدة الزوجة الأولى طلبت من بنتها في محادثة على الواتساب إنها تصور لها عملية إهانة المجني عليه، اهانته من ضرب واكراه، ومثلا يعني يجبروه ان هو يقول الفاظ وما شابه، عارف فكره التشفي، علشان يستغلوها فيما بعد. هو حمى القتيل وحماته وزوجته بيشتغلوا ايه؟ انا لسه كنت هدخل على الموضوع ده. تخيل، يمكن الناس كتير كتبت ان شكل الجريمه اتغير، ما بقاش المجرم او المتهم او ان هو مسجل خطر او حتى اسف عامل او مهني او اي من هذا القبيل. تخيل الراجل، قصدك قليل التعليم يعني، الاب طبيب صيدلي، وهو كان مدير للدكتور ولاء في السعوديه، ومن هنا يمكن حصل التعارف وحصل الزواج، والام ايضا الاب اللي هو حمى القتيل طبيب صيدلي، والام كذلك طبيبه، والشقيق كمان طبيب، وشقيق اخر مهندس، يعني تخيل كمان يعني مهندس وصيدلي وطبيبه، ما شاء الله. عائله يعني متعلمه في العرف المجتمعي، يعني طبقه وسطى عليا كمان، اعلى من الطبقه الوسطى. فاحنا بنتكلم على فكر الجريمة، خلاص يعني انت في مشاكل، خلاص انت بقى في طريق مسدود، خلاص نخلص بالقتل. طب انا عايز اعرف بعد اذنك استاذ سامي وحضرتك متابع القضية، طب ما كانوا قالوا للراجل، يعني للقتيل عليه رحمة الله، طلق بنتنا وخلص، بس خلص الموضوع. يعني ليه الاكراف والتعذيب وال يعني يا سامي مثلا عليه رحمة الله، يعني بعد إذنك يا سامي طلق بنتنا، شكرا سلام، يعني ولا إيه؟ الثقافة دي مش موجودة عندنا أستاذ محمد، مهما. لا أنا بكلم على مستوى التعليم اللي الناس، ما أنا بقول لك أهو، ما أنا بقول مهما كان مستوى التعليم مختلف،
وده ما ينطبقش على الكل، مش لكل الصيادله ولا كل الاطباء ولا كل المهندسين. صحيح عادي في كل مجتمع في ظروفه، ويمكن الجريمه دي ظروفها، وتحريات المباحث هنا قالت كلام مهم، وتحريات النيابه انتقلت وعينت وشافت وسمعت لاقوال المتهمين جميعا، وسمعت لاقوال حارس العماره اللي كانوا مقيمين. لا بعد اذنك استاذ سامي، هم عذبوه ليه؟ يعني هم عايزين ايه؟ اذا كانوا هم اجبروه انه يطلق بنتهم، طب انتوا عايزين ايه؟ يعني ما ده كان يتم بسهوله. فكره العند هنا رقم واحد، فكره هو كان رافض يطلق امعانا في اكراهه، امعانا في الانتقام منه ان هو تزوج، واخد بالك، مش مرتاح واتجوز عادي، ايه الازمه؟ فاهمني؟ بس فهنا احنا لسه منتظرين تقرير الطب الشرعي، لعل تقرير الطب الشرعي يثبت او يشاور على انه وقع، ما وقعش من نفسه مثلا، وقع نتيجه دفع او تعرض لضرب مبرح مثلا في الاول، هذا الضرب اجبره على انه يلقي بنفسه من المكان ده ويموت الله يرحمه. فاحنا قدام جريمه للاسف كل اطرافها يخلوك تقول ايه اللي بيحصل. تمام، طيب هرجع تاني يا استاذ سامي، يمكن حضرتك عرفتها من شويه، الصوره الجماعيه لكل الوجوه، وجه المجني عليه ووجوه باقي المتهمين في صوره واحده كلهم بيضحكوا، دي انتشرت بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك مش اي حد يضحك. هو عنده كام سنه ولا الله يرحمه؟ في الثلاثينات، يعني ممكن 32 33 سنه. الزوجه بتشتغل ايه؟ زوجته صيدلانيه برضو. طب انا عايز اسال سؤال، انا فاهم متفهم طبيعي ان ابو الزوجه الاولى، امها، اخواتها الاثنين الرجاله راحوا الشقه، ماشي، رايحين نلم بعضينا وقاعدين مع جوز بنتنا واختنا وهنطلقه وهنعلمه الادب. مين الثلاثه بقى اللي راحوا معاهم اللي مالهمش علاقه لا بالزوجه ولا بالقتيل؟ دول رايحين سند ودعم وقوه وظهر اللي حضرتك ذكرتهم، لو احتاج الاسف يعني الله يرحمه يتهان يهنوه، احتاج يضرب يضربوه، احتاج يسيطروا عليه الكثره. لهم سجل اجرامي الثلاثه دول؟ ما عنديش معلومه حتى اللحظه ان هم هل ليهم سجل اجرامي ولا لا. تقرير الطب الشرعي منتظر يخرج خلال قد ايه؟ هو هنا ممكن تقرير الطب الشرعي خلال اسبوع يكون وصل للنيابه العامه، والنيابه العامه في هذه اللحظه هي طبعا اصدرت قرار بحبس المتهمين 4 ايام، وقاضي المعارضات جدد حبسهم في انتظار تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي هيقول ويحتم هل سقط من علو نتيجه دفع، ولا سقط من نفسه نتيجه الضرب والاقصاء اللي وقع عليه. في كل الاحوال هم متهمين. في كل الاحوال هم حتى هذه اللحظه متهمين. نعم. اشكرك استاذ سامي عبد الراضي، الكاتب الصحفي، مدير تحرير جريده الوطن.